النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. LG المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل من نظف عملاق. شيفت، حوالات مالية فورية. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. ما زالت درجات الحرارة اليوم وأمس مرتفعة بعض الشيء، وسجلت أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق، مال الحرارة بشكل قليل في ساعات الظهيرة والعصر. خلال ساعات صباح هذا اليوم هطلت زخات محلية خفيفة من الأمطار في شمال ووسط المملكة وبعض المناطق الشرقية أيضا كذلك من المملكة. تعيش المملكة تحت تأثير ما يسمى بامتداد لمنخفض البحر الأحمر، والذي يتخذ من مناطق تقريبا جنوب شرق المملكة مركزا له. هذا المنخفض الجوي يجلب معه اندفاع تدريجي لكتلة هوائية حارة نسبيا لمثل هذا الوقت من العام. نهار يوم غدا السبت يتوقع أن يتعمق تأثير هذا المنخفض الجوي المتمركز تقريبا إلى الجنوب الشرقي من المملكة. تذكير بأن هذا الامتداد هو امتداد لمنخفض يسمى منخفض البحر الأحمر ومنخفض حراري، أي لا يجلب معه الأجواء الباردة، وهو ممتد من البحر الأحمر وهو منخفض جوي تقريبا موجود طوال العام، ولكن لا يمتد في شهر حزيران إلى المناطق المملكة، لكن هذا العام بسبب تأخر الأنظمة الجوية ما زال يمتد إلى مناطق المملكة. وجود هذا المركز لمنخفض البحر الأحمر سامي على النشاط في سرعة الرياح، سنستعرضها بعد قليل. هذه خرائط توقعات الكتل الهوائية القريبة من سطح الأرض. كما تلاحظون أن الألوان الحمراء الداكنة تعني وجود كتلة هوائية حارة إلى شديدة الحرارة، وهي متمركزة إلى الشمال من أراضي السعودية، في حين أن المملكة تقع على حافة هذه الكتلة الهوائية الحارة نسبيا، وبالتالي الأجواء حارة إلى حارة نسبيا إلى حارة، ولكنها ليست شديدة الحرارة بشكل عام. هذه الأحوال الجوية اليوم وغدا السبت، هناك اندفاع للمزيد من الهواء الحار باتجاه المملكة، وبالتالي نتوقع غدا السبت ارتفاعا ملموسا على درجات الحرارة خلال ساعات النهار بمشيئة الله تعالى. هذه توقعات الغبار. كما ذكرت هناك نشاط في سرعة الرياح السطحية في المناطق الجنوبية الشرقية من المملكة. هذه الأحوال الجوية نهار هذا اليوم كان هناك بعض الأتربة المثارة في مناطق المملكة العربية السعودية، لا سيما في المناطق الشمالية منها. غدا السبت كما تلاحظون تزداد رقعة المناطق المتأثرة بفرصة تأثرها بموجات غبارية، قد تمتد المناطق الشرقية وبعض الأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة، ربما تطال بشكل مؤقت بعض المناطق الشمالية والوسطى من المملكة. كذلك يوم الأحد تبقى هذه الحزمة الغبارية والموجات الغبارية موجودة سواء في المنطقتين الشرقية أو الشمالية الشرقية، وربما أيضا تطال بعض الأجزاء الشمالية والوسطى لفترة مؤقتة بمشيئة الله تعالى. عودة للأحوال الجوية، نتوقع هذه الليلة في العاصمة عمان أجواء دافئة بوجه عام، درجة حرارة الصغرى 21 درجة مئوية مع ظهور بعض السحب المتوسطة والعالية. غدا السبت يتوقع أن يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، تصبح بذلك درجات حرارة أعلى من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بعدة درجات. يكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، بالإضافة إلى مناطق البادية الشرقية. تنشط الرياح الجنوبية الشرقية في ساعات الصباح، مما يعمل على إثارة الأتربة والرمال في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية، وربما تصل بعض الموجات الغبارية بشكل مؤقت إلى المناطق الشمالية والوسطى من المملكة. دعونا نستعرض الآن درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا والصغرى ليلة السبت على الأحد. نبدأها من الشمال في إربد من 32 إلى 19، في جرش من 34 إلى 21، في عجلون من 30 إلى 19 درجة مئوية، وفي المفرق من 36 إلى 22 مع فرصة لبعض الأجواء المغبرة. المناطق الوسطى في العاصمة عمان 32 إلى 31، البحر الميت من 36 إلى 25، في مادرة من 32 إلى 20، في السلط من 32 إلى 21، في الزرقاء ترتفع الحرارة إلى 36 نهارا والصغرى 21 مع أجواء حارة بوجه عام. المناطق الجنوبية في الكرك 29 إلى 18، في الطفيلة من 28 إلى 19، في جبال الشراء من 27 إلى 19، في معان من 34 إلى 21، في حين ترتفع في خليج العقبة إلى 38 درجة مئوية في ساعات النهار، وتنخفض الصغرى إلى 25 مع نشاط في سرعة الرياح السطحية مع ساعات المساء.
بالنسبة للمناطق الشرقية أجواء حارة بوجه عام مع أجواء مغبرة في ذات الوقت، في رويشد والصفاوي من 38 نهارا تقريبا بين 24 إلى 25 في ساعات الليل، وفي الأزرق من 39 إلى 25 درجة مئوية. توقعات الأحوال الجوية المتوقعة خلال ثلاثة أيام القادمة، إذا غدا 32 إلى 21، يوم الأحد 32 إلى 21 مع أيضا أجواء مغبرة في ساعات النهار، وفي ساعات الليل تظهر كميات من السحب المتوسطة والعالية، يوم الاثنين تنخفض درجات الحرارة تصبح 30 درجة مئوية في ساعة النهار، وفي ساعة الليل 19 درجة مئوية مع أجواء صيفية عادية. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.